طيب هذه متزوجة رأت والدها المتوفي كأنها ظهر عليها في المنام وقال اكشفي عن بطنك. طبعا ما نعلم ايش وضع المتوفي، لكن احنا نضطر نتكلم يعني بشكل عام، ان كان شكله جميل ولبسه جميل ان شاء الله الرجل مرتاح في قبره. بطنك انما هو يعني ذريتك واهلك، فان كان البطن في المنام الذي ظهر امام الاب المتوفي شكله جميل وليس فيه انتفاخ ولا فيه مشاكل، يدل على الاستقرار في الحياة العائلية والزوجية، والعلم عند الله. معنا مسج آخر. أي هذه رأت عمتها وامرأة لا تعرفها نزعوا ثيابهن ونزلوا في البحر ولم يخرجوا. والله يعني الذي استطيع ان اقوله لعل الله يحفظهم من الفتن، لعل الله يحفظهم من الديون والهموم والمشاكل، ولعل الله يطيل باعمارهن ويحسن خاتمتهن، والعلم عند الله. نعم. نعم هذه امراه تقول دائما كل شهر تحلم انها تطير، الطيران على انواع حقيقه. إن طار الإنسان طيران معتدل ومتحكم بهذا الطيران يدل على طلب الرزق والوظيفة والشهادة والزواج، كما قال تبارك وتعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أما الطيران بتقلب أو دخول إلى السماء فهذه لها تأويلات في الغالب غير طيبة، والعلم عند الله. نعم. طيب الآن أيها الأحبة الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بها واجعلها خالصة للوجه الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك يا ربنا قريب سميع الدعاء. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم إنك تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم